نكمل كلامنا. لو جينا هنا عملنا، او انا هشيل كل اللي موجود مش مهم عشان بس نبقى مركزين في بدل ما الدنيا كبرت 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 كده وتضخمت، خلونا في ايه، في الدنيا ببساطه كده جوه البدن. خلاص كده عايز اعمل كفايه اديها الكلاس بتاعها ايه هو، اقول له بار وبار داش فوتر كده، خلاص عرفت ان هو خلاص فوتر، وادي له بقى الايه اللون اللي انا عايزه، بار السيرفر خلاص، وابدا احطه جواه مثلا على اتش 2 مثلا، واقوم كاتب، واقوم طبعا محدد ان ده كلاس، احدد في الاتش 2 ان ده كلاس تايتل عشان يقدر يظبط لي الايه السبيسنج بتاعته من فوق ومن تحت وكلام زي كده، واقول له مثلا ده ايه فوتر مثلا. لو رجعت هنا على الصفحه هتلاقي ان ادي الفوتر عرف طريقه وظبط مكانه. خلاص كده طيب كلام جميل. طبعا البار زي ما اتبرر برضو الجدول بتاعه تلاقي بنفس الالوان، اللايت والستيبل والبوزيتيف والكالم والايه والبالانسد والايه والانرجايزد والاسيرتيف والرويال والدارك، كل دول زي ما هم. طيب لو انا عايز احط اليمنتس جوه الفوتر بتاعتي، واغلبيه الاليمنتس اللي بنحطها في الفوتر بتبقى عباره عن ايكونز صح كده؟ عباره عن ايه؟ عن ايكونز. في غالب الاحيان ما بنكتبش حاجه في الفوتر الا لو كان في حاجه بسيطه، لكن بيبقى بنحط ايكونز بنتحرك بيها. لا تاب ده قصه ثانيه، هنتكلم على التابس. بس هو بيبقى شبيه لي يعني في الاخر، لو عملت باتن وجوه الباتن انت مديله كلاس واديله ان دوت عباره عن باتن وعباره عن ايكون، عرف خلاص ان هو يبقى حجم الايكون مش زرار زرار، وبعدين بحدد ايه شكل الايكون اللي انا ايه اللي انا عايزه، قلت له ايون ايه؟ ناف ايكون مثلا. خلاص وخلصنا الايه الباتن دوت. سبت ما سيبت ادي الباتن بتاعنا زي ما احنا شايفين. هاخد مثلا كذا حاجه نحط مجموعه من الاليمنتس باتن ثاني كوبي بيست، كل اغيره فيه الايه؟ الايكون بتاعته. هو مثلا حطها لي فين؟ على اليمين صح؟ طيب يبقى ده الهوم. بعد كده مثلا ناخد منه واحد كمان نحطه ايه؟ ستار باك ماشي. البطن ده بيتبرمج عادي؟ ايوه لسه هنبرمج الكلام ده ما تقلقش، هيروح مننا فين؟ ما هو في الاي اس بي مثلا، لو في الاتش تي ام ال البطن اللي هو بتاع الاتش تي ام ال بيتبرمج، اما لو عوزنا بنبرمج زرار بننزل اللي هو بتاع يعني كله بيتبرمج خلاص؟ كله بيتبرمج مفيش مشكله خالص. ممكن تبرمج اجزاء معينه تعمل حاجه معينه مفيش مشكله يعني خالص. هيبدا يوزع بس ان عدد الايكونز اللي على اليمين واللي على الشمال وبوزة بعض، لو زود هيزود في الشمال الاول. فهمني ازاي؟ يعني بعد كده تلاقي نفسك ايه، بس هو يعني بيبدا يوزع اول مره واحد شمال بعد كده واحد يمين، بعد كده انت مزود واحد ثاني حطه على الشمال، طب لو زودت واحد ثالث رابع على الشمال على الشمال لا يبدا يرص بقى خلاص. لا لا بيبدا يرص. لو عايز الزرار الثالث في النص مثلا عايز سنتره؟ لا لسه بقى ادرسها، هنشوف دلوقتي لو انت عايز تسنتره وعايز تكتب معاه عايز تعمل شباب لسه هتكلم على الايكونز، يعني واحد واحد هتكلم على الايكونز. دلوقتي بتكلم بس على الاليمنتس جوه الفوتر وكيفيه رصها ولما بتترص بيحصل ايه. يعني خدنا بالنا في تاني واحد ان الاثنين بقوا كده، شوف بقى الثالث هيعمل ايه لو حطينا واحد كمان. ده مثلا ايه؟ تشيك مارك على راوند ماشي. ترمى برضه على الشمال صح؟ هيبدا بقى زي ما قلت لكم واحد شمال واحد يمين، بعد كده يبدا يرجع بقى ايه يرص شمال يرص شمال يرص 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 لغايه ما يكملوا كلهم ورا بعض خلاص. ممكن ينزل صوت تحت لو عديت القعده. انا كاتب حاجه غلط. لا هيكمل معاك على الشمال، هيكمل معاك على الشمال مش هيغير.
ماشي. طيب هنا بيكلمك في نقطة مهمة جدا، انا عايز اعمل الزرار بتاعي كله يتحول لليمين او يتحول للشمال. يعني مثلا الستار ده انا عايزه مثلا على الايه، على اليمين، اعمل ايه؟ في عندك حاجة اسمها pull dash right، خلاص لاحظ ان هو نقله فين؟ على اليمين، بس هو غير الايكون بتاعته بقت ستار وعمل تشيك مارك وبعد كده عمل ستار ولا ايه؟ ما علينا، هو كده هقول على اليمين. تعال ناخد واحد تاني يمين. رايت. ما جابش غير واحد بس رايت، صح؟ لا هو بيشيل، هو الستار اتشال اصلا من الاول، اول مره اه الستار اتشال. يعني هو المفروض ان هو ما يتشالش، المفروض يتحرك على اليمين، بس هو مش مديني ان هو ايه يحركه على اليمين. بس هو في المثال اللي احنا عاملينه هو، تعال نشوفه كده عمل ايه، شال كله. ثواني عليا، شلت كده كله، حطيت زرار واحد دي على اليمين. هو بيتكلم هنا لو انت عندك ايكونز قليله، لكن هو لو عندك ايكونز كبيره برضه بيبقى المفهوم الغالب ان هو يرص بقى ورا، ياخد واحد بس يمين ويبدا يرص الباقي كله ايه، شمال، يبقى يرص الباقي كله شمال. فلو انت حتى غيرت هيبدا ايه، ياخد واحد بس، وبعد كده ما يقدرش يعرض اكتر من واحد على اليمين، لازم تجيب من على الشمال وتكمل. خلاص لازم تجيب من على الشمال وايه وتكمل. ماشي. في حاجه اسمها البلوك باتنز، خد بالك احنا بنتكلم على الباتنز دلوقتي، في انواع كتير. هنتكلم على حاجه اسمها البلوك باتنز، اللي هي الزراير اللي هي تاخد شكل مربع عادي، مربع زرار يعني خالص. فممكن يقول لك باتن مثلا ويدي له كلاس، احنا مش عايزينه جوه بقى الفوتر خالص، احنا عايزين باتنز عاديه بقى. قمت جاي هنا تقول له باتن ويدي له كلاس، الكلاس دوت قلت له فيه ان ده عباره عن باتن عادي، هياخد شكل الباتن العادي، بس عايز اقول له ان ده باتن ايه؟ داش بلوك. لحظة ده الزرار اهو لو انتم شايفين، انا مش عارف بيبان لما حد واضح لما بقولش على اكتر. كلام جميل. طيب لو انت خدت وعملته باتن فول، بيبدا يخلي لك اليمين والشمال بتاع الباتن يعني يكمل لغايه اخر الايه؟ لاخر الشاشه. لو قلت مثلا باتن فول مثلا، هتلاحظ ان هوت انا مش شايف فرق قوي يعني، ممكن مع جهاز يختلف يعني، ممكن مع جهاز تاني تلاقي الوضع بتاعه مختلف يعني. في اجهزه على فكره يعني برضو تاخدوا بالكم منها وانتم شغالين، في بعض الاجهزه ممكن ما تفرقش ما بين حاجات معينه، بالنسبه لها بتبقى ايه، هي دي هي دي يعني ما فرقتش. في اجهزه تانية تلاقيها بتبان معاك الفرق. هو بيسال سؤال فبيقول لك هو كده كده مثلا في زرار باك، طب انا ايه اللي يخليني اعمل في الفوتر مثلا زرار باك؟ دي قصه طويله على فكره، بس عشان انت معتاد على الاندرويد فمش واخد بالك من الفرق. يعني في اجهزه ما فيهاش باك، ما فيش باك في الاي او اس. اه صح، لان زي في اجهزه ثانيه زي الايفون ما فيش باك، تعمل ايه؟ هو درس الشات النهارده، فانت استغربت ايه ده موجود ده لسه بقى ليها برمجه خاصه عشان تقدر، ده كمان ده لسه في برمجتها ليها شغل، عايز شغل بعد الظهر ان انا اعمل باك دي، اعمل حسابي من دلوقتي ان الشاشه هيكون ان يكون عندي فصل. على حسب، على حسب انت عايز ايه، ما على حسب انت شغل يا عم، على حسب يا عم، اسمع الدكتور، اسمع الدكتور، على حسب الشغل انت في شاشات هتحتاج فيها الباك، في شاشات مش هتحتاج فيها الباك. يعني مثلا شاشه صفحه بفتح فيه منيو وفي هوم مثلا، طالما في هوم يبقى انت عايز، لو عايز باك ترجعه للشاشه اللي فتحت قبل دي بترجعه. واحد يقول لي لا انا مش عايز اخليه، يبقى اصلا ليه امكانيه انه يرجع للشاشه اللي فاتت، لو عايز يرجع يرجع للصفحه الرئيسيه مثلا، فهمتني؟ فعلى حسب السيناريو بتاع السيستم بتاعك، لكن فكره الباك ذات نفسها اه لا دي مهمه جدا وموجوده، وفي ابلكيشنز موجوده وابلكيشن مش موجوده، اسف اوبريتنج سيستم بتدعمها اوبريتنج سيستم ما بتدعمهاش. فلو عايز تعملها تعملها انت يدوي. واحد تاني يقول لك طب انا عايز ارجع لحاجه معينه، يعني مثلا في مثال مشهور قوي بيعمل المشكله دايما مع كل الناس اللي بتشتغل على البرامج العاديه، يقول لك مثلا ايه، دخلت جوه مثلا وليكن تحت نور عامل مثلا ابلكيشن، تيجي تخش تختار اول حاجه يقول لك الاقسام بتاعتك ايه، تقوم داخل جوه قسم، هتلاقي القسم جوه متقسم فئات منتجات جوه،
داخل فئه جوه فئه منتجات. اصبحنا نخش جوه فئه منتجات، تخش جوه الايه، جوه منتج معين. دخلت جوه المنتج معين، لكن في منه بقى ايه مقاسات. ان ازاي ايوه ده حقيقي بيحصل. ازاي هتخش جوه المنتج المعين ده، تيجي ترجع باك بقى لنفسك ايه باك عشان تعرف ترجع للصفحه اللي انت كنت اساسيه. لازم نبدا بقى نعمل بقى اسلوب مختلف في العرض، مش تعمل باكات، مش هينفع. لازم ده يبقى في عندك زراير مثلا للفئه على طول مباشره، وزر الاما هتقعد تخليه يقعد يدوس باك موجود ثابت على باك باك، هيجيله شويه اطفال. لازم يكون انت عندك رؤيه للي هيستخدم. يعني ممكن تبقى انت عامل ابلكيشن وحلو وبيطلع كل حاجه زي ما انت عايز، بس بيقول لك كده يعني انا اقعد ادوس خمسه باك عشان اعرف ارجع للبتاع الرئيسيه. لا هو كده، لا مش هو كده. كان ازاي لازم تفكر بقى تحط ايكونز معينه للفئه، ايكون معينه للصنف، ايكون معينه للفئه المنتجات ديت، بحيث ان هو يقدر يتحرك بسرعه من غير ما تعمل له ايه، من غير ما تعمل له يعني دقيقه في الحركه يعني. طيب هنا بيتكلم على الباتن سايز، فبيقول لك الباتن ذات نفسه في منه سمول حد شايفه؟ ايوه احنا مش هنشتغل على سامسونج جلاكسي ده، طبعا بيبقى حجمه كبير شويه. لا كده لا الزرار ادي اهو شكله ده السمول صح؟ في عندي مش عارف انا كل شويه افتح لي في مثلا عندي النوع تاني اللارج والى اخره. خلاص هو السمول واللارج هم دول الاساسيين، يا اما بتسيبه بقى اللي هو الفول. خلاص واحد يقول لي يعني لو انا عايزه حجم معين ومحدد يعني مش هقدر اعمله، بقى خش بقى ستايل انت بايديك بقى، لكن دي حاجات الاساسيه اللي ايونيك مظبطها لك ومجهزها لك على الشغل. تمام طبعا لسه ما فيش اوامر شغاله. حلو شفنا السمول والايه واللارج. طبعا بيقول لك لو انت عايز برضه تحط الالوانات خاصه بالزراير بتكتب كلمه باتن ودرجه اللون اللي انت عايزها. يعني عملت باتن وداش وحط بقى الالوانات اللي احنا اتفقنا عليها هي هي يعني. اي درجه لون اللي احنا عايزينها تلاقي ادي الايه، ادي الزرار بدا ياخد درجه اللون اللي انت ايه. طب كويس. حاجه ثانيه اسمها باتن اوتلاين، كنا بنتكلم في الباتنز لسه. ايه الباتنز اوتلاينز؟ تلاحظ ان الزرار ده ما فيهوش بوردر، ما فيهوش اطار. خلاص هل انت عايز تعمل اطار ولا ما تعملش اطار للزرار بتاعك؟ فمثلا تعالى على الزرار الاولاني ده، الباتن الاولاني ده، واجي مثلا عليه واقول له باتن داش اوتلاين. لاحظ ايه اللي حصل؟ بدأ الزرار يظهر له زي ايه؟ زي بوردر يعني، زي بوردر. خلاص؟ طبعا لو انت مش عاوز، لان ممكن يبقى طالع الديفولت بتاعك هو طالع، فبتضطر تعمل حاجه اسمها ايه؟ باتون كلير. لو كان في اي ايه؟ اي حواف حوالين بتاع كله اتشال. خلاص يبقى لك بس من اللون اللي انت كنت محدده لايه؟ لون الكلمه ذات نفسها. اللي هو خلاص بقى يعني طلع اي اطار حوالين الزرار. تمام؟ ودي طبعا ساعات بتبقى مفيده برضو في بعض الاحيان. في بعض الاحيان بتبقى انت مش عايز تشغل ان هو تبقى زرار كده قوالب طوب يعني، الموبايل مش متعودين ان الحاجات تظهر كلها زراير. بس بتبقى انت محتاج ان هو يدوس على حاجه معينه بشكل معين، تقدر تطلعها بمنظر زي كده. كلام جميل. ده بالنسبه للاوتلاين. هنا بقى نبدا نتكلم على اد ايكونز. عايز بقى على الزرار دي اضيف شويه ايه؟ شويه ايكونز. انا هشيل بقى كده عشان الايكونز ليها قصه. لذيذه يعني طبعا، لان ليه لذيذه؟ لان الموبايل ايكونز يعني، حتى يعني الطفره الاساسيه في الموبايل ان او طفره العرض الاساسيه في الموبايل ما بقاش في اسماء ابلكيشنز، مشكله. فعلى طول لو هم طبعا هي كانت خطوه صعبه، بس هم عشان طبقا الاحصائيات اللي هم بيعملوها ما بياخدوش قرارات يعني غيرنا احنا يعني. خلاص يعني فهم لا هم طبقا الاحصائيات والحاجات دي عرفوا ان الانسان بيلينك الصور احلى ما بيلينك الكلام. بس يعني دماغه بتركب مع الصوره احلى بكتير جدا مع الكلام. يعني اي حد بيقلب في موبايل ان شاء الله يكون فيه 3500 ايكون، هيطلع الايكون بتاعت مثلا تويتر من 1000 ايكون عادي. مش هتخش معاه حتى لو ايكون ثانيه بنفس الالوانات، صح ولا ايه؟ حتى لو ايكون ثانيه موجوده بنفس الالوان. طيب عملنا ايه؟ لسه برده مع الباتنز، بس مع الايكونز المره دي بتناول الايكونز. يعني عملنا باتن عادي مش مشكله خالص. عايزين نتكلم فيه، خد بالك، لان الباتنز ذات نفسه
يعني غالبيه زي ما قلنا كنا بنتكلم مش كنا بنتكلم في الايكونز والاحصائيات يعني مش فاهم. كنا بنقول هم خدوا بالهم ان خلاص الايكونز هي الاساس. فدايما حتى في الموبايل تيجي تعمل زرار تلاقي شكل حاجه مش كويس, تعمله ايكون تلاقي جميل زين. يعني الناس بتعتاد دايما تيجي تبرمج, بالذات الناس اللي بتنقل, بالذات اللي بيجوا في الكروس يعمل الفورم وده يعمل لك زرار كده زي الطوبه سيف. يا عم ما فيش الكلام ده يعني, يعني انسى انسى ماضيك ال شوف روت بولونز عارف عليه. ايوه ايوه. وكمان الايكونز يعني اكتر يعني تذكرا يعني خلاص. وتلاقي الناس اللي هي معتاده قوي تلاقي دايما تبقى عندها مشكله يقول لك ايه لا مش مفهوم, لا مش يعني ما هو مفيش حد فينا كلنا بنجرب يعني. حتى لو في زراير بتبقى الايكونز شكلها غريب دايما بنبدا ان ايه نجربها. فمش احنا معتادين ان اي ابلكيشن بنتعرف عليه بنجربه, تلاقي نفسك بتدوس على كل حاجه وكل حته وانت مش فاهم ايه اللي هيحصل. فمفيش مشكله انك تبقى قلقان من ده يعني, حاول تبقى دي عادي بالنسبه لك. طب احنا عايزين نحط ايكون هنا مثلا, فقمت جيت هنا قلت له طبعا هدي له كلاس دي له ايكون وايكون مثلا داش ليفت, او انا خليني في الايكون بس, خليني في الايكون بس اول مره ماشي. ايكون وايكون مثلا داش هو اه ما انا احنا ما نروش ان ده زرار عشان الراجل ياخد باله. ده هي ايون مش كله ايون. ايون نكتب حاجه جوه الزرار عشان يبان يعني صح ولا ايه؟ هو لو ما كتبتش مش هيبقى واخد باله من الموضوع صح كده. طيب ده كده في الاساس. طب لو انا شايل دي هيطلع بس الايه الايكون بس صح كده, دي الايكون بس اللي ظهرت على الزرار حلو. طب انا عايز مثلا دلوقتي اتكلم في ايه, في افتراضا ان احنا عايزين نعمل كلمه مع الزرار. ساعات بتبقى مضطر انك توضح يعني, ببساطه جدا زي ما احنا شفناها بنعمل كده وبنكتب الايه الكلمه زي ما احنا عايزين كده. طب ما كتبنا الكلمه طيب ماشي, تبدا بقى في الكلمه تبدا تقول طب افترضنا عايز اكتب الكلمه على الشمال والايكون تظهر على اليمين, او على اليمين والكلمه تظهر على الشمال, هتلاقي عندك الايه هتيجي بس ببساطه في الكلاس بتاعك وتبقى الايه ايون ايكون ايه مش نفت اوايد. هتلاحظ ادي ايه الايكون جت كده والايكون الثاني جت الايه الناحيه الثانيه. كلام جميل. في حاجه كمان مشهوره في الموبايلز اللي هي بتسميها الباتن بار. باتن بار اللي هي مجموعه زراير جنب بعضها بس تبقى يعني ايه قطعة واحدة أو جزء واحد. جزء واحد بيبقى تلات أربع زراير, تختار حاجة من الزراير بتعمل كده غير التاج الباتن اللي لسه هنتكلم عليها يعني. التاج الباتن دي حاجة تانية, لكن هنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة اسمها البايت الباتن بار. وبسيطة جدا, أشيل بس الجزء بتاع الباتنز اللي موجودة دي وأجي أتكلم على الباقي. ده كلاس نعم. اه هي دي الاساسيه اللي موجوده مع الايونيك. هي اصلا موجوده في الايونيك اصلا ايكونز, عارف انت كنت معانا من الاول ولا لا. دي هي اللي بتيجي في الاساس مع الايونيك, لكن لو انت بقى عايز تحط ايكون شكلها مختلف تقدر تضيفها بقى في الابلكيشن وتنادي عليها. اه لا ايكون ايكون ضيف ايكون عادي جدا. اه ممكن تطلع بره بره المعتاد بره الايكون, بس في الغالب مش في الغالب هتلاقي. بص الايكونز دي يعني انت بس انت لو ركزت هتلاقي ان لا لا الحجم كبير. وخد بالك ان هو بيعرف في الصف الواحد شوف حوالي 8 ولا 10 في كل العدد ده, يعني بصراحه موفر لنا اللي احنا محتاجينه وزياده يعني. فتلاقي الغالبيه موجود, لكن انت لو محتاج حاجه من بره ايكون غريبه هتضيفها عادي مش مشكله. خلاص هيجي قدام, بس خلينا نتعرف على موضوعك. انت عايز تضيف ايكون من بره ممكن نعمل ايكون من بره يعني موجوده مش موجوده. هاجي نقط مثلا في الفيديو اقول له ده باتن بار, ده باتن بار خلاص كده حلو قوي. وابدا اعمل بقى الايه الايكونز او الزراير بقى اكون الزراير. الزراير بتكون هنا كاي لينك خلاص. واديها كلاس قلت قال ده اولا يظهر كشكل معمول باتن, يبقى هيظهر كشكل زرار ياخد له كمربع يعني او مستطيل يعني. بعد كده اقول له باتن مثلا وادي له الايه اللون اللي انا عايزه مثلا باتن داش بوزيتيف مثلا
وخلاص كده خلصنا. ممكن نكتب حاجة وليكن مثلا واحد او اربعة، جت اربعة ماشي. قمت واخد نفس اللينك التاني اتنين وادله مثلا لون مختلف عشان اعمل سلسلة من البطنز ورا بعضيها، مثلا السيرت، كمان واحد قمت مديله مثلا ايه رويال. واحد من غير واحد من غير الوان، بس سيب بطن عشان يحجز له مكانه. لو ما سيفت ورجعت هتلاقي ايه، ادي الايه الزرار اللي تبقى في الشريط يعني. فانت طبعا لو انت عايز يعني ممكن نعمل بس ما تلزقش كده كانها هيدر يعني، تبقى شايفها سلسله ايه زراير مع بعضها. تمام تمام، دي كده الايه الباتون بار. ده بقى كده خلاص خلصنا انواع الباتنز. هنبدا نتكلم ده خلاص خلصنا انواع الباتنز اللي هي المشهوره في الايه في الايونيك. هنبدا نتكلم على الايونيك ليست بقى، نتكلم على الليست نعملها فيديو.